بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آیت الکرسی تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے. اگر آپ آیت الکرسی کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل سنیے گا، انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو آیت الکرسی اچھے سے پڑھنا آ جائے گی. شروع کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله لا إله لا إله الله لا إله إلا هو إلا هو الله لا إله إلا هو الحي الحي القيوم الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه لا تأخذه سنة سنة ولا نوم ولا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات له ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي من ذا الذي يشفع من ذا الذي يشفع عنده عنده إلا بإذنه إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ایک بار مکمل پڑھتے ہیں آیت الکرسی. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.